زي ما بقول الناس هذه مهنة المتاعب، بس أنا بالنسبة لي بنظر بمنظار آخر. مظبوط خطرة، أنت بتطلع من بيتك كثير مرات بتوقع أنك بترجعش، بشكل قلق في بين أسرتك عائلتك أصدقائك، بس أنا بحس أني خلال شغلي هذا بحاول أكشف حقيقة للعالم يعرفوهاش، حقيقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. الاحتلال بنظر لكاميرتي كأنها كلاشينكوف، هلا بجوز ما تطلقش رصاص بس هي بتاخذ صور بتوثق حقيقة الاحتلال، فبيضطروا يعتدوا على الزملاء الصحفيين في كافة أنحاء الوطن، يوميا اعتداء، وقبل أسبوع كان اعتداء شنيع جدا على مجموعة من الصحفيين في النبي صالح. دققوا على كولاك. يلا تعرضت لفترات متتالية من الاعتقال، لكن الاعتقال فيما يتعلق بعمل الإعلامي كان اعتقالين بارزين، وحولت الاعتقال الإداري، وكانت التهم باستمرار في الملف الإداري وفي النقاش في المحاكم أنني أقوم بالتحريض عبر وسائل الإعلام. الاعتقال الثاني فيما يتعلق بمهنتي، عندما اعتقلت ضمن عدد من المحامين والحقوقيين والإعلاميين، وكانت التهمة الرئيسية في الاعتقالات التمديد الاعتقال الإداري لي لخمسة مرات أن عملي الإعلامي غير بريء. في هذاك اليوم كان القمع شرس من قوات الاحتلال للمواطنين، كان في قناص موجود على الأرض، تعرف مواجهة كر وفر، صار في هدوء، ما شفت إلا إشي بضرب بوجهي، حسيت راسي طار. طبعا لحظات كانت يعني إذا بحكي لك راجعت كل شريط حياتي فيها، صرت أتذكر إنه شو اللي أو أستوعب شو اللي عماله بصير حوالي. بعد فقدان عيني يعني حياتي انقلبت 360 درجة، يعني كنت واحد عنده طاقة بقدم، بالعكس رجع يعني كل اللي كان يبني ويحلم فيه انتسف بطلقة من جندي حاقد. يعني أنا كل يوم، إذا بدي أقول لك أنا كل يوم بموت ألف مرة، يمكن يعني بجوز يقول هذا نجني الزلمة. حتى يعني أطفالي حسوا بهذا الإشي. أكثر المناظر اللي ألمتني جداً وبنساهاش إن طفلة في مخيم العزة استشهدت، أطلق عليها بيت وهي قاعدة في البيت، أطلق عليها قذيفة، أصيبت البنت عمرها 10 سنين، نقلوها للمستشفى، وبعد دخلوا غرفة العمليات خرج الدكتور فقال البنت استشهدت، فطلعوا أهلها يطلعوها، فكنت تصور وطلعوا فيها، فأجت أختها الصغيرة فكانت لها متموتيش بكرة بتروح معي على المدرسة متموتيش. يعني أنا حس تقف عاجز قدام إصرار طفلة بدها أختها تروح معها على المدرسة، هي بتعرف إنها تعرف انها بتحكي مع واحدة فقدت حياة ما عادش موجودة.